على ذكر بقى خفة الدم، الزميل الأستاذ عمرو أديب مع رأس السنة راح لقراءة الفنجان، قوليلي مين هياخد الدوري السنة دي؟ نشوف قالت له ايه. خلينا نسأل السؤال اللي كل الناس بتستناه كل سنة، هو الأهلي هياخد الدوري السنة دي؟ ما بتحرمش يا عمرو. لا ما بحرمش، لا بس السنة اللي فاتت انت اديتيني البشارة وفعلا ما خدوش. الورق بيقول اه. السنة دي واضحة الأهلي هياخد الدوري السنة. طب استنى اتأكد لك بالورق اللي انت عايزه. مملوكي بقى. ماشي. فطلع الاهلي هياخد الدوري، فهو ما ريحنيش الورق ده، مش زي التاني رد على طول، ده ما ريحنيش، فانا في الاخر قلت طب اسال سؤال تاني، فسالته الزمالك هياخد الدوري؟ فقال لي لا. لا الزمالك مش هياخد الدوري. الورق اللي قال انا ماليش دعوه. انت جبت الاصلي قال لك الزمالك مش هياخد الدوري، والتاني اللي هو باللغه بتاعتنا دي الاهلي ياخد الدوري. الاستاذ عمرو كل سنه يجيب هذه الخبيره ويسأل هذا السؤال وتضحك له نفس الضحكه. فيقلق. لا 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 ما تقوليليش من فضلك. ده مره بقول لها طب البطوله دي والبطوله دي، قال لي ايه هياخد الثلاثه. طبعا هو نوع من يعني الفقرات اللي بتبقى مطلوبه وطريفه انك تتنبأ وتتصور ان الناس عندها هذه القدره. وهو حتى للامانه وهو عمال يقدمها بيقول يا جماعه احنا بنتسلى، بنتسلى ارجوكم ما تقعدوش تتهموني. اتهامات بقى عقائديه. ان انا بالتنجيم قال لهم بنتسلى، هو قاعد بيقول تعليقات طريفه ورخر. لما بيكسب بيبقى خطر، بس بيبقى بره الموضوعيه. صحيح.